محمد السلطان راح يسأل الناس ويقول لهم إيش آخر حلم حلمتوه. يلا بينا على الوعد. يلا بينا. زمان ما حلمت صدق. آخر حلم طال عمرك حلمت إن في أطلع سبحة من فمي. والله ما أتذكر الصدق. ما أتذكر. ما بيقول. مرة. آخر حلم ممكن إن شوف كنت بمغسلة فطرت مياه الله يكرمك طاحت أسناني. فسرت الحلم قالوا بيجيك خير وجاني خير الحمد لله. هذه لازم. آخر حلم تحلمته متى؟ اليوم ولا أمس ولا آخر حلم متى؟ يمكن قبل ساعة. كسبت مليون دولار. لا هذا يبغى لنا نعيده تاني. اي والله حلمت حلم مرة كان كويس. هذا يا ابوي كنت أحلم إني شو اسمه إني في مكان كذا جميل يعني ومريح. يوم صحيت والله عيني دمعت. لا والله ما افتكر. لا والله اني سافرت برا. اني في بحر في سفينة بس. حلمت اني تروح علي الطيارة اتضارب مع الاخ ده. فرجته. اللي قبل اخر حلم والله العظيم اذكر مرة حلمت كنت في الطائف وفي قروت كذا. حلمت اني دخلت في هوشه معاهم. والله صحيت كذا ما ادري ايش اللي صار. كدمات كسور انا ما ادري والله ما اتذكر. اخر حلم حلمته انه طاح سني يعني. اتوقع اني طحت من طياره. والله شوف امانه انا كل احلامي اصحى انساها فهذه يبغى لها دكتور نفسي. وهني مكان ايلون ماسك يا طويل العمر. بعد كذا دخلت على تويتر والدنيا انفتحت في وجهي والحلم كان جدا سعيد وصحيت في ارض الواقع. ولا احكي لك حزن ثلاثة أيام ما نم. حلمت مرة أني أركض ورايا وحش يعني. هذا الحلم من وأنا صغير طبعا. كان في مستشفى وكذا وعمليات وكان أكشن جوة الحلم. مستشفى لا. الحلم يا حبيبي أني تحلمت أن محمد أخويا طاح من القطار. قطار في الحلم. والله طار كذا ينادي فيه. هو ينادي فيه هو طاير في الهواء.